أخبار اليوم. الحشاش قاعد في غيط بانجو في غابة استوائية، واحدة القنوات الوثائقية بتسجل على الغابة وبتاع، فلو قاعد قالوا احنا معانا صياد ماهر قاعد في وسط الغابة وبتاع، هو راجل حشاش يعني، وقاعد في غيط البانجو وقاعد ينام يصحى يلف ودي حياته. فراحوا سجلوا قالوا معانا الصياد الماهر وبالحايم لهم ليلتكم بتضحك. قالوا له حضرتك انت يعني بتصطاد ازاي؟ وانت حضرتك بتصطاد ايه؟ قال لهم بصطاد ارانب. قالوا له ارانب؟ قالوا انت حضرتك بتصطاد ارانب ازاي وانت معكش سلاح؟ قال لهم ها؟ قالوا له معكش سلاح بتصطاد ازاي ارانب؟ قال لهم انا يعني بعمل صوت جزره. بيسال واحد حشاش بيقول له ازاي شريط الكاسيت، بيقول له ازاي شريط الكاسيت ينزل لبن؟ قال له بسيطة، قال له بسيطة جدا، أنا فك البكرتين وأحلبهم. واحد محدث نعمة لابس بنطلون قماش بكسر على كوتش باتا على سويتر بتاع، المهم دخل بنك فقابل موظفة قال لها أنت يا بت؟ قالت نعم. قالت لها أنت يا بت ضربة شعر بأكسجين تعالي. قالت له عايز ايه؟ قال انا عايز افتح حساب هنا جزمه. قالت له جزمه ايه؟ انت حضرتك حيوان وقليل الادب وانت ما ايه اللي انت بتقوله ده وبتاع؟ قال لها بقول لك يا جزمه عايز افتح حساب. فالمدير سمع المدير طلع له في ايه؟ قالت له حضرتك عمال يقول لي ضربه شعرك اكسجين ويقول كلام بيئه، هو بص لابس كوتش بيئه جدا. قال له انت عايز ايه يا حضرتك؟ قال له انا عايز افتح حساب في البنك. فبص على منظره لا معفن جدا. قال له ما فيش حسابات في البنك عندنا. قال له يا حيوان انا عايز احط مليار جنيه في البنك. قال له دي ما شفتكش تشرب ايه. واحد صعيدي راكب اتوبيس